يفوز بيت صغير والشام كبيرة أربع بنات أم وجيرة جوز فرد جوز يا بنات أكريكوز بالشوم. ايه معقول؟ وبعدين؟ ومين كان عم بيرقص مع مين؟ مين دودي؟ خديجة. ايه تضربي؟ قولي خديجة. ايه ما بتعرف ترقص. هداك اليوم شفتها بعيد ميلاد كندوشة. يا مجدوبة، عيد ميلادها كان من 10 أيام. ليش ما قالت لك؟ أنا بفرجيها. بس اطمني، ما راح عليك شي. عيد ميلادها بيهوي. يعني منيح ما عزمتك كنتي خسرتي الهدية. أنا؟ يارا وين الفرشاية؟ مثل اللي يارا ردي. ما بعرف. مثل اللي جابت لي إياها. أصلاً قطعة الإكسسوار اللي جابت لي إياها أعطيتها للفاية مشان تعطيها لبنتها. إيه. مو بس بلدي ومشرشحة. أنا 100 مرة قلت لكم ما حدا بيدقر لي بغراضي. وين علبة الجل؟ ما شايفتيني مشغولة؟ أنا ما شفت شي من الصبح وأنا مشغولة. منا بدك تشوفي؟ ما أنت من الصبح على التليفون. أنت سكتي. خلصوني بقى. مين شاف الجل؟ بدي روح. تأخرت على رفقاتي. ما حدا بيعرف يحكي على التليفون. رولا. يا رولا. أنا ما شفته. يعني وين بدي شوفه؟ على السيف ولا على شباك الجيران؟ هاي الجيل شو جابوا للمطبخ؟ ما بعرف، سألي بناتك. شو عم ظبطي حالك لوين ما شاء الله؟ وعدي رفقاتي بدنا نروح نشرب أرجيلة. أرجيلة؟ في مامي ما بتعرفي إنه الأرجيلة بتضر بالصحة؟ بعدين شو بده يقولوا الناس؟ والله بنت أكريكوز عم تشرب أرجيلة. لا ماما الغيها. بدك تروحي معي على بيت إصبع الذهب، بنتهم إجت من السفر، نروح نسلم عليها. ماما ما بدي روح، وعدي رفقاتي وبدنا نشرب أرجيلة بالتي ستوب، أوكي؟ لا حتروحي معي. أين منوي؟ ست يارا ما خلصتي قري على التليفون؟ أيوة. سكري السماعة، سكري ولا بقطع الخط، سكري بسرعة. وأنت يا رولا خلص فايت أدروس. شو ست عليا؟ بهدلتيني، لك بهدلتيني، لسه كل يوم حيوان شكل؟ قومي حطيه على البلكون يا أما هلا بكبهم بالزبالة، قومي لي قومي جينا حدا. ليش تكرهوا الحيوانات؟ شرفتي هي إجا ضيوف، قومي بسرعة. أما شو شب يا منيرة خانوم؟ يطعموا لكل مستاهلة، ابن عيلة مثل ما بدك، مهندس كمبيوتر دارس بأمريكا. لا وفوق هادو كله شبوبية يطلع على ابري. شو حلو. شوفي شوفي ايه ليك هون. شوفي حلو. ما بوشي. يو شلون ما بوشي؟ طلعي على قفلة حواجبه، طلعي على شواربه ودقنه، ما يبلو ان شاء الله. بس كأنه احوال. لا ايو هلأ هذا أحوال؟ الله يسامحك يا منيرة خانو، هي اسمها حولة الحسن، هي اللي مخليته مزكى. هلأ شو بدنا بهالحكي؟ المهم عنده بيت وسيارة ومكتب بشارع الحمرة، وقالت لي بنت حماي إنه أمه دارت وفتلت البلد كلياتها وما كانت تلاقي بنت عجبها. قلت لها لبنت حماي إيه ما قالن إلا فريدة بنت منيرة خانو بنت أكريكوز. إيه شقرة وعيونها شهل. لك شو شقرة؟ صبغت صارت حمرة. إيه ما اختلفنا، المهم إن هي بالأصل شقرة. وقلت لهم إنها بنت أكريكوز، يعني عيلة معروفة. وغير هيك أما منيرة خانو بتقبر قلبي، بتنشرب مع المي العكرة. وسألتي عنهم؟ هلأ هيك بدنا نحكي قدام باب سقاط، نشرب لنا فنجان قهوة على القليلة. فوتي فوتي.
ولو يا منيرة خانو هدول بيت فتح الله ما بينسأل عنه. ومع ذلك أنا سألت لك عنه، وكل مين سمع فيه وباسم الشاب مرزوق اسمه مرزوق، وباسم أمه ربيحة خانو، ربيحة خانو اسم أمه، شكر لي فيهم كتير كتير كتير. وكيف أوضاعهم؟ يعني عندهم أملاك، بيوت، محلات، سيارات؟ طبعاً هدول بيت فتح الله وما شاء الله الله فاتحها بوشه، يعني ماليتهم ما شاء الله ويغزي العين ودقي على الخشب، لا إلها أول ولا إلها آخر. يعني من المزرعة حسب ما قالت لي بنت حماية في عندهم مزرعتين، واحدة بدروشة وواحدة ببلودان. من السيارات قالت لي بنت حماية عندهم خمسة بعيون الشيطان ما شاء الله. من البيوت عندهم بناية بالمالكي وبناية بالمزي، هذا غير اللي برا شي ببيروت وشي بأوروبا وشي بكوالالمبور وما بعرف وين. لقطة لك منيرة خانم لقطة. شو حدد لك موعد معهم؟ عليا على قوطك. مو لأسأل بنتي بالأول؟ حاكم صار جاييني هالأسبوع بس شي خمس ست خطابين ومن أحسن عيال الشام، وبنتي ما أنا رضياني، قال بدها تكفي دراستها. وأنا ما بحب أضغط على البنت بهالشغلة، يعني خصوصي بمسألة الجواز، هيك ولا أنا غلطانة؟ غلطانة دادا غلطانة، مين بيسأل على الشهادة ولا شو درست الوحدة؟ الحلوة ما بدها شهادة. لا يا خانو أنت غلطانة، المصاري هي أهم شيء. تعي تعي ليك كريمة، وشه كله حبوب وأدانه مفنشين وأنفق بالما تعمله عملية كان قد الكوساي. وشوفي خطيبة ولي على قلبي بيمزع العقل، وسيارته لسه على أحلى منه، فكرك على شو خطبها؟ على مال أبوها طبعا، بس فريدة معها. شوفيني فيفي مو إذا ساويت شفط لخصري يعني شي خمسة، لا سبعة، لا عشرة، إيه عشرة منيح. يعني لو لها الكم سنتي مو بيصير جسمي مثل كلوديا شفر؟ نعم مثل كلوديا. مين قال كلوديا شفر؟ قال شو جاب لجاب هديك طولة مترين، انت يا دوب تطلع لعند خسرة. قال كلوديا اي خلص خلص الحق علي اللي بيحكي معكم. اصلا بتعرفي شغلة، الجمال لعنة احيانا. لك تعو 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 شوفوا لك هالممصوعة، ان شاء الله بتسمن، ان شاء الله بيطلع بوش حب. شوفيها نازلة هي وياه. انت ما بدك تبطلي هالعادة؟ تفضلي شوفيها شو لابسة. شو مالها لابسة؟ اخر موضة. بدي افهم بس شو اللي عجبه فيها؟ انت لو سمعتيها شلون بتحكي بتخن خن. ما انت قلتي على مال ابوها؟ لا فيفي رولا ما بتقصد ريما. لكن عن مين عم تحكوا؟ عم نحكي على فاتنة. تعي 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 شوفي تعي شوفي خطيبة شو حلو. شفتي الجاكوار؟ شفتي الجاكوار ست كلوديا شيفر؟ تعي حبيبتي فريدة تعي تعي انت عيونك زرق، تعي شوفيها شوفي ما احلاها. جاكوار حمرا يعني شو حلوة عم تلمع لمع. من عينك. وقال لي يا مدام انه الشامبو اللي طلبتيه ما عنده منه، فحملت حالي ورحت على سوبر ماركت الطير وجبت لك اياه ودفعت له مني وسجلته على الفاتوره. وجبت لي البطاطا المفرزه؟ ايه طبعا مدام ليك تحت. وجبت لك كمان الفاصوليا الخضراء المقطعه والباذنجان والكوسه محفورين من الشعلان، وجبت لك لحمه الكبده ولحمه الهبره، وهي دواء الغسيل. بس مدام يعني المسكره ما عرف جيبها. انو مسكره؟ انا ما قلت لك بدي مسكره. ايه مزبوط، بس المحلوسه خانم فريده خانم كتبت ورقه لامراضي قالت بدها مسكره، عرفتي كيف؟ فأنا رحت على السوق وسألت عليها فطلع حقها 800 ليرة. أنا ما جبتها مدام ولا أنه غالية، لا لأنه ما لقيت. وهو هاي ورقة الحساب تفضلي شرفي. شوف كل هدول جبتهم؟ كلهم مدام. شو هي محلة عدد اثنين؟ الله يسامحك يا مدام مو محلة هي مجلة، بس أنا هالأيام خطي كتير تعبان، هدول هن المجلات. ها اسأل الله يا إياه يا مدام اسأل الله. بزماني أنا اشتغلت خطاط، أيام المسيرات اشتغلت شغل شيء مثل الكذب، بس لما دقر السوق وخفت المسيرات يعني انتقلت لشغلة الناطور. بدنا نعيش يا مدام، بدنا نعيش ورانا أولاد. هو علينا أبو راضي لا تفتح لي جريدة. المهم يعني جبت مجلتين؟ أي خانو المحروسة يارا عطت أمراضي ورقة قالت بدها مجلتين، جبت لها إياهن. أي ومجلتين حقهم 700 ليرة؟ واحدة 300 وواحدة 400 ليرة. دورت البلد لقيتهم يا مدام، هدول أجنبيات.
وليش ما سألتني قبل ما تجيبهم؟ مجلتين ب700 ليرة؟ أنت قلتي لي مدام، شو بدهم البنات جبلون؟ وهي شو هاي؟ مكبرة؟ أي خانم، مكبرة للمحروسة عليا، طرقت مشوار من هون للحلبونة اللي جبت لها إياها، وأخذ التاكسي، روحة رجعة، بس مشان ما ضيع وقت. وقبل ما تسألي يا خانم، هاي ملخصات البكالوريا للخانم رولا، كمان كتبتهم على ورقة لأم راضي. تاني مرة بتسألني قبل ما تجيب أي غرض بوصوك عليه بناتي، فهمان أبو راضي؟ عدم المؤاخذة خانم، صاحب السوبر ماركت قال حسابك كبر كتير وقال لي ذكرك. قل له إنك ذكرتني. ذكرتني أبو راضي؟ خانم، والشغلات اللي جبته للخوانم بناتك؟ إيه، وإذا كان أبو راضي ضيفهم على الحساب. خلاص بعدين بحاسبك. هلا أنا ما معي فراطة. إيه مثل ما بدك، بس يعني عدم المؤاخذة مدام صار حسابك تقريبا يعني هجور. شبك أبو راضي؟ شو صار لك؟ بعرف قديش بدك مني مصاري. إيش ورح يهربوا؟ ليكن معي جوا، سلا مالي فاضي روح جيبون. إيه طيب مدام، طيب روي روي، أنت روي على عيني وراسي، كلامك كله على عيني وراسي. لا أنزل أنا لتحت، بتكون الشرطة إجت. شرطة؟ ليش خير؟ شوفي شو صار لك حادث يا مدام. يا لطيف يا لطيف، سيارة خطيب بيت الأغواني، هذا اللي ساكن مواجهنا، هذا صاحب السيارة الحمراء الجاكوار. أنا بزماني يا مدام لما كنت أشتغل بسقاق الجنب خاط أبو راضي. المهم ما علينا، فاتت لك بسيارة بيت دبس ولبن وهي واقفة بأرضها. آه هلا هي القصة. المهم حدا صار له شيء؟ لا يا خانم، حديد بحديد، بس خطيب بيت الأغواني قال إنه فلتت السيارة من بين إيديه وعبعبت عبعبي بالسيارة اللي مقابله. أدخيل اسمه الله، تقول العين الطراقة طرقته. إيه مطيعة. وشو سمعتي كمان؟ وين فتحوا المعمل؟ بإسبانيا؟ معلوم يا عمي بإسبانيا، ليش في أحلى من إسبانيا؟ آخ لو جوزي راح على إسبانيا بدال أستراليا كان توفق. لك توفق توفق، شو توفق لك على الفالات؟ يا كان رجع وأخذنا معه. دخليك؟ ومعمل شو؟ حلاوة طحينية؟ يا لطيف، شفتي الزكاة؟ طبعاً، أي من قليل من بيت فتح الله؟ الله لما بيفتحها على بني آدم بيفتح له مخه. فتحوا معمل حلاوة هنيك لأنه ما حدا غيرهم فاتح معمل حلاوة. إيه لا، ما حروحها من إيدي فريدة. إذا جد الجد مو على كيفها، أنا أدرب مصلحتها. إيه طبعاً، معلوم وبعينهم، يعني ناس بهالمستوى ومعهم هالمصاري، ليش لحتى يكون بعينهم؟ يلا مطيعة خاطرك هلأ، مدري مين عم يرن الجرس. لك إيش بيعرفني مين؟ ليك التاني لسه عم بحكي معيك. شلون إليك حكيات؟ يلا خاطرك. استني لا القط نفس. ان شاء الله سألت لي. وين اقرب كنباية؟ بالايمرية ما حد عرفهم. رحت على النفوس سألت عنهم، قالوا لي في بيت فتح الله ساكنين بسوق ساروجة، وفي بيت فتح الله غربتلية ناقلين نفوس هون من برات البلد لهون، وفي بيت الدبة فتح الله مغيرين نفوسهم من الدبة فتح الله للدبة خير الله. شو بيت الدبة خالي؟ بيت الدبة ليش فيه هيك كنية؟ فيلك خالي، فيه في ناس ما بتعجبهم كنيتهم بيقوموا بيغيروها، هدول ما عجبهم يكونوا الدبة فتح الله غيروا للدبة خير الله. بصير أكيد مهنين خالي، عم اقول لك مليارديريه. انت اسمع مطيعه شو حكت لي عنهم، قال نشروا الحلاوه الطحينيه باسبانيا وفتحوا فروع تصدير لاوروبا، وانفادي حكت لي عن اموالهم هون وهون. اكيد مهنين. عن مين عم تحكي؟ بيت فتح الله خالي. هاي معك حق بنت اختي، الحذر واجب، لازم تسالي عنهم حقك. طبعا خالي كلامك مزبوط، لكن أنا ليش عم أسأل وأستفسر قبل ما أستقبلون؟ لحتى أكون على نور. إيه خالي، وشو عرفت كمان؟
شو عرفت؟ عن مين؟ بيت فتح الله خالي. ايه عرفت عرفت، في واحد من بيت فتح الله كان بالمالية وطلع التقاعد، وفي واحد من بيت فتح الله كان ساكن بالروضة باع بيته وسافر. هذا أكيد قرايبون، وبيجوز هذا الأب باع وراح على إسبانيا. طبعاً بده يجمع رأس مال لحتى يأسس مشروعه. خالي شو رأيك؟ ضيفهم بهدول الكاسات ولا بالكريستال البوهيمي؟ لمين؟ مين بدك تضيفي؟ أنا ما بضيفهم، عم قلك ما بدي يعني ما بدي، لسه بتعرضيني مثل البضاعة الكاسدة؟ يا ليكي بيصير عندك سيارة ويمكن تهدينا سيارة. أنتي بس اطلعي قدامهم، بركي عجبك العريس. ما بدي أحول، بيضحكوا علي رفقاتي. عندهم بيوت هون وبأوروبا. ما بدي أحول. عندهم مزرعتين. ما بدي أحول. فيفي عندهم خمس سيارات. يمكن وحدة بس شايفهم خمسة، ما بدي. إذا ما بدها ما مشكلة، أنا بطلع بدالة. لا يا، لا أنتي ولا هي. ماما أنا بطلع بدالة، مو أنا رقم اثنين، فإذا فريدة ما بدها دور علي. لا أنتي ولا هي، لسه ما إجا دوركم. هلأ دور حبيبتي فوفا. فيفي حذري شو عندهم. عندهم معمل حلاوي بإسبانيا، وابنهم دارس بأمريكا. ما بدي، عم قلك ما بدي، الحلاوي بتسمن. لك عم بدك تعنسي؟ يطلع عارضة أزياء. لك علاقة أواعي بنت أكريكوس تطلع علاقة أواعي. هي مهنة يعني مهنة بتجيب مصاري. هيك جوازة ما بتجيب مصاري. لا تلحلحي فريدة خانم، خليكي قاعدة. ها أوعي شو ساويتي منيح؟ أعطيني هاي المزهرية هاتية على مهلك. يلا بسرعة. لك شو صار لك؟ شوي شوي عم قلي مسكي روحي ساوي المكتبة قوام. يلا مسكي هاتية هاي. تعرفوا قديش حقها هالمزهرية؟ أكتر من 50,000 ليرة. تعرفوا قديش عمرها؟ نعرف. يارا طالعي لي الصمديات المخباية، وطالعي لي الصحن الفضة الكبير تبع الضيافة. حاضر. ايش عمره هذا الصحن؟ منعرف والله حفظناها. اختي فيفي ما بتعرفي قديش عمره هذا الصحن؟ اكثر من 100 سنه. لا 115 سنه حفظناها. هذا الصحن هدا ابو جدي لجدي لما تجوز. بتعرفوا قديش حقه؟ منعرف 150,000 ليره. تعي رولا تعي. بسرعة تعي. حاضر ماما. نظيلي هالبراويز منيح عوام. يا بنات هدول البراويز عمرهم أكثر من 200 سنة. اي بلا قري صوتك مو طالع. 200 سنة. وين عليا؟ عليا ليك تحت عم تنشر الزلحفة. روحي ناديلها بسرعة. جلالة الطاولة الصرمة وين حطيتها أنا؟ إيه؟ يارا جيبي لي جلالة الطاولة الصرمة من غزالتي يا وام. حاضر أمر.
حبيبتي خلصيني يا را. تفضلي هاتي لشوف. شو رأيك يا را؟ مدهي ولا الجلالة البيضة المطرزة يلي طالعتها ستي بجهازة وهدتها لأمي لما تجوزت الله يرحمها؟ الله يرحمك يا أمي. أمي مدي هي. ألو؟ أيوة؟ لا أنا بنتها. مين؟ طيب لحظة ماما تليفون إليك. هاتي لشوف. ألو؟ مين؟ أهلين. مين؟ يا أهلين يا أهلين يا أهلا وسهلا. أهلين طبعا طبعا بتشرفوا. بكرة المساء خلص الساعة 6. أهلين. إيه هدول نضاف يا خانم ما بدهم جلي. لا جليهم أنضف. مالك شايفة عليهم غبرة؟ بدي إياهم عم يضوا ضوي. حاضر. ايه امراضي وشو سألته كمان؟ ايه سألته عن البناية بيت بيت ومين ساكن بكل طابق وعملت حالها بدها تشتري بيت وضلت هيك تستفسر انه مين بده يبيع بيته بهالبناية هيك لحتى وصلت لبيتكم وسألت مين بيفوت لعندكم ومين بيطلع. ايه قام فهم ابو راضي بانه اكيد جاية من طرف شي حدا بده يخطب وجاي تاخذ معلومات عنك وعن بناتك. عني وعن بناتي؟ ايه بسلامة عرفك يا خانم. يلي بده يخطب بده يسأل كتير واول شي بيسأل عن الام وعن بناتها. بس انتي بتعرفي لأبو راضي قديش إلك معزة عنده ما قصر قالها ما في من الام ولا من بناتها مع انه جوز الخانم مسافر لبرا. قام صارت بده تسأل لوين مسافر ولايش. ايه وشو قال له؟ شو بدي إلا يعني؟ قال لأنه جوز الخانم تاجر كبير ومسافر بأستراليا. مو بأستراليا يا خانم ولا أنا غلطانة؟ بأستراليا أمراضي. لكن وين؟ إيه هيك قالها. شو بدي إلا لكان؟ وقال لها كمان بأنه الجماعة مليانين وشبعانين ووصف لها بيتكم كأنها قاعدة فيه وكمان حكى لها عن الأنتيكة قديش قديمة وغالية. والله تاري بيفهم هالأبو راضي. بيفهم لك لكن ما بيفهم. أي ما في مثله اثنان بيفهموا. بس يا خانم لو ما دائت فينا هالدنيا شوي لكان سوالي بيت مثل بيتك. هلأ حاكها كل هالحكي وما عرف يفهم منا مين هي ومن بيت مين؟ اتكتمت ودارت وفتلت كتير. بس أبو راضي قال لي إنه لما إجيت كانت عم تسأل على بيت. شكر الله. لا والله يا ربي على بيت فتح الله الدبة. لا ياخدك الحال أم راضي. ديري بالك لتكسري لك شي صحن هدول غاليين كتير. أهلا وسهلا. يا أهلين. بالمحل. وهذا الوالد؟ لا هذا عم أبي. عم أبي كان رئيس كراكون بهديك الأيام. شي مهم. وعيلتكم طبعا معروفة والبرواز حلو. هدول خشب قديم. بزمانه جد أبي جاب سفينة خشب من الهند مع معلمين حفر خصوصي من شان البراويز لأنه نحن عائلة منحب البراويز كتير. منحب نحط الصور ببراويز تقيلة. وهي القطعة الفضية فضة مو؟ طبعا فضة. أنا ما بحب الستانلس تبع هالأيام. باين بدون ما تقولي. بس هالقطع قديمة؟ طبعاً قديم. هذا بزمانه
جد أبي اشتراهن من بياع أنتيكا، كان شاريهن من أمير الواه الواه، يعني عمرهن شي 200 سنة. لا شو 200، أكتر أكتر بكتير. الله الله على هالذوق يا منيرة خانو. وهذا التمثال أنتيكا؟ أنتيكا؟ هذا التمثال لو تعرفي قصته يا مدام ربحية، هذا التمثال كان للسلطان عبد الحميد بذات نفسه، كان يدرس هو وجد أبي، ومن محبته فيه وللذكرى هدايا لما بعته على الشام. الله الله، شايف ماما؟ شايف؟ شايف بيوت الأكابر الأصليين؟ شايف ماما؟ شايف. هاي هي العائلات المعروفة. يا عيني يا عيني عليك يا منيرة خانم، قديش أنا مسرورة كتير بمعرفتي فيكي. بس ما قلتي لي المطيف اللي بصدرك ألماس؟ طبعا ألماس، بس هذا مو قديم، هذا بعت لي يا جوزي من أستراليا. الخطابين قال لك شفتوا شفتوا شو فولجير؟ لا وأمه قال لها بسفروا بهالوقت. فيفي مرقت البلوزة الحمراء في هاي. ايه هاتي يا بيمشي حالة، وروحي ودوري لي على التنورة المعرقة بتلاقيها هون. في اثنين واقفين تحت البناية، هيئتهم زعران، صارلهم شي ساعة واقفين، وفي واحد من بيناتهم ما في غير بيطلع بالساعة. هلأ وقتك انتي، دوري لي على الحلقة اللي هدتني يا صفاء الشرشوحة. فيفي كتير منيحة، بتعرفي هاي مع هاي مع هاي بتطلعي بتجنني مثل دنا بالطاووس بالضبط. بس ليه دولي عروس؟ هذا هو. وهي انا ربطت الزيز، لا تأذي شوفي شو حباب. لسه ما لبستي، بسرعة يلا يلا امي يلا. ما شاء الله ما شاء الله، شايف ماما؟ شايف؟ شايف أمي شايف. الله يسلمك تأخذ العائل. الله يسلمك. هاي بنتي فريدة ومن إلا فيفي، كانت اليوم مشغولة بدراستها ما فضيت لحالها أبداً. ما شاء الله عين الله عليها شو حلوة بتاخذ العقل. شايف ماما؟ شايف. شايف ماما؟ شايف. شوف ماما، شوف ما احلاها، ما تبلى. قومي غسلي وشك، انا فرجيكي. قومي. وين رايحة؟ تاي حبيبتي تاي، تعيدي هون خليكي جنبي. تعي تعي. تسلمي لي شو قطوطة. شوف ماما، شوف الوش ما احلى. يا بشني هالذوق انا. عن اذنكم تفضلوا اشربوا قهوتكم. انتي بالجامعة حبيبتي مو؟ مو. تسلمي لي ما احلاكي. اطلع ماما اطلع شوف ما احلاها. شايف منيح؟ شايف 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 امي، كل شيء كل شيء شايفه ولا يهمك.
تونت معلش اسالك سؤال. تفضلي حبيبي. هذا المانتو فرو طبيعي؟ إيه لك شو ماركته؟ ماركة تجارة؟ يا على قطاتك شو مهضومة. يا ميت اهلا وسهلا، يا ميت اهلا وسهلا، شرفتونا. لو تعرفوا قديش قدومكم خير علي. يا ميت اهلا وسهلا. يا اهلين. خير ان شاء الله. شبكي في شيء؟ لا لا ما في شيء. شاي. اه سرسور يا سرسور. وراحت المخلوقة بعد ما كان حيغط على قلبها. بهدلوني يا خالي، بهدلوني. حلوة كمان ما يرجعوا الجماعة. كله منك انت يا فصعوني، كله منك. انا بدبرك بس لنرجع. شو دخلني انا؟ شو ساويت؟ هي اللي قالت لي. معها هو انتي ست فيفي عملتي لي مثل لعبة الشرطيط؟ لك بسيطة، الحمد لله ابوه راجع، خليه هو يدبرون. هلا اللي انا ما عم بفهمه، ليش ما اجى لهون رأسان؟ ليش اجى على بيروت بالاول؟ بعدين شو هالرسالة هي اللي لا فيها طابع ولا فيها ختم ولا فيها توقيع ولا فيها شيء؟ قال شو؟ انا بانتظاركم في اوتيل كومودور في بيروت. احضري البنات وتعالي بسرعة، زوجك المخلص وديع. وديع؟ مين هاد وديع؟ خالي. وليش عم تصرخي؟ مالي اطرش. اكيد في عنده ظروف منعته يجي، يمكن عنده شغل ولا تجارة، او يمكن عنده شي صفقة ما بتنترك. بعدين اطلع خالي، مو هذا خطه؟ اكد فيه منيح. خطه؟ اي والله خطه. خط مين؟ جوزي خالي، جوزي. مامي كم بيجامة اخذ معي؟ بيجامة واحدة، كل واحدة فيكم تاخذ بيجامة واحدة. لا تكتروا اواعي، نشتري هنيك. ويلا عجلوا بسرعة. في واحد راح والتاني لساته هون، مدري مين عم بيستنى. سكري الشباك وسكري الاباجور حتى ما يتغبر البيت بغيابنا. هلا مو وقت وقفتك على الشرابيك انت التانية. ماما انا صرت جاهزة، راح احط الماسك تبعي بشنطتك. ماما شلون بدي اترك ساكو بنتها؟ مين ساكو؟ زحفتي خالة سميتها ساكو. بعديه عني بكش بدني منها. بنتك طالعة افشل ابوها. سلقولي بدني يا خالي، سلقولي بدني. صرصور يا عليا صرصور. لنرجع. زيز اخضر ماما، زيز اخضر مو صرصور. جيب لك يا خالي تتفرج عليه. لا 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 حبيبتي لا لا. عجلي خلينا نمشي. يلا يا بنات السيارة تحت عم تستنى. يلا خالو يلا. عليا حطيهم على البلكون بالزريعة بسرعة. يلا ابقي اتصلي فيي اول ما بتصلي يا منيرة. ها لا تنسي. ايه خالي. انتوا لوين رايحين؟ امشوا بنات، ذكريني جيب له حبوب للذاكرة لخالك. ما لقيته يا خالي، ما لقيته. نمت انا والبنات بالشارع. انا بنت اكريكوس نمت بالشارع يا خالي، وما حدا عرفه، ما حدا عرفه، لا بالاوتيل ولا بالشرطه ولا باي محل. يو شو بو هاد؟ ليش ما عم يفتح؟ يو والله هذا بعدين هيك بنت اختي. جرب خالي. انت اعصابك تعبانه، امسكي لاجلك. هات بنت اختي. انت متأكدة انه هذا بيتي؟ مشان الله خالي هاتي مفتاحك فريدة، هاتي بسرعة. تفضل خالي. ما عم يفتح؟ لك يا جماعة حدا يروح ينادي. لا 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 طول ابو راضي، خليه يجي لعينه ثانية يخلع رقبته للباب. روحي امي. بنت اختي هلا طالما المفتاح تبعي والمفتاح تبعها ما فتحوا على الباب، معناتها البيت مو بيتك. ليه؟